السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. وبسرعة على طول نخش بقى في الموضوع علشان المقدمة ناس قالت لي كتير، يعني حاول تختصر فيها علشان ما تاخدش جزء كبير من المقدمة. تمام، خلاص انا سمحتكم اهو بسمع لكم. النهاردة العالم توقف او عقارب الساعة توقفت، وبقى الخبر الترند الاساسي هو وصول ام جيجي الى اليوتيوب او اليويو. وصلت خلاص، حتى الناس الدراسة وتأجيل الدراسة شهر، او هينفع ان احنا نعمل امتحانات او مش، كل ده بقت الناس مش متابعة غير وصول. وسع ام جيجي خلاص وصلت، وسع يا جدع ام جيجي خلاص وصل. هو في ايه يا جماعة؟ هو برضو اشتغلات؟ هو احنا حياتنا كلها اشتغلات؟ انا فكرت وسع، ولدرجة الناس بدأت تتجه الى قناة الجزيرة والقنوات الاخبارية والقناة العربية وقناة الحدث وحتى المنار وحتى قناة العالم الإيرانية. كل الناس ايه اللي وسع فيه؟ ايه؟ هل الأسطول السادس الأمريكي دخل المياه الإقليمية لمصر، ولا الأسطول الخامس، ولا المدمرة ميزوري، ولا نيوجيرسي، ولا يو اس اس كول، ولا المدمرة اندبندن، ولا انا مش عارف، ولا حاملة الطائرات؟ ايه اللي وسع فيه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه الدنيا كلها؟ هنعمل تعظيم سلام؟ البورصة خلاص، البورصة كانت منهارة وبعدين البورصة هترد؟ ايه ده؟ واحد هيقول لي هو انت على انا ما هو انا مش هشكر في انسان على طول، حينما يجيد اشكره، حينما يغير المسار بتاعه لازم اقف. وانا قلت قبل كده النادي الاهلي لو فاز ببطولة افريقيا كلنا هنعظم ليه، لو النادي الاهلي لعب في بطولة العالم الاخيرة واجاد هنشكره، لو اساء لنفسه وللكرة المصرية والكرة العربية هننقضه. فاحنا بننقض هؤلاء حتى يحسنوا من مستواهم، ننقض المحتوى ومناش دعوة بالاشخاص. ايه الحكاية وبتقول ايه؟ الحكاية بتقول ان في اشتغالات كتيرة جدا حصلت. الحقوا، انا عندي قناة ببيعها، القناة 100,000. طبعا احنا عارفين ان القناة بتاعت ام جيجي تخطت 100,000 بالفعل كانت في الوقت ده. فخلاص تبدأ بقى المتابعين، هو ايه اللي حصل لها؟ هو ايه الخلاف اللي بينها؟ هو اصل كان مرة قفشت زوجها في عشة الفراخ. عشة فراخ ايه يا حاجة؟ والله يا مستر عادل في شوطه في عشة الفراخ، وحتى الديك كان بيعمل كوكوكوكو. طب وهو كان بيعمل ايه في عشة الفراخ؟ كان بيقيس الفراخ مثلا اللي عليها بيضة ولا ما عليهاش بيضة؟ قالت لا، ده هو كان مع مزة باين، مش عارف ايه، دكتورة ولا مش يعني، سرحان وتوهان زي ميخائيل بورتاتشوف وماشانكوف والقطة، وزرعوا له القطة تحت العربية، وانا هعرف مين اللي عمل فيا كده. وهجس كتير جدا، وانا النهارده باذن الله هعمل حمله لاقصاء 1,600,000 بصمجي موجودين على برنامج اليويو مصريين. كارثه، العدد يتخطى 1,600,000 يوتيوبرز مصري بصمجي بيطلعوا البث بمساعدين لانهم بصمجيه. واحد بيقول لي هو طلع هو بيتكلم لغات، ولا قلت له او خايف ان قلت له لغات من يا ده ابيض يا وارد. واللي مسمي نفسه سكر، واللي نفسه المعلم، واللي مسمي نفسه الملك، واللي مسمي نفسه حاجات، اسماء غريبه يعني، حتى الاسماء الملك، الفتوه، الزعيم، يعني حاجات انا هنقطها بعد كده باذن الله، لان ده ما ينفعش ان يبقى فيه 1,600,000 يوتيوبر بصمجي ما راحش حتى كتاب، ما يعرفش اي شيء في الدنيا غير ان هو يطلع يهجص قدام الكاميرا، وعنده على فكره نسبه مشاهده اكتر من قنوات فضائيه كبيره جدا زي مثلا قناه صدى البلد او قناه النهار. دي كارثه. ده انا ناوي ان شاء الله في اقرب فرصه لو حصل نصيب وطلعت في احد المحطات يعني الفضائيه هناقش هذا الوضع. النزاع عندنا 1,600,000 بصمجي ابيض يا ورد. المهم بقى الاشتغالات، الحقوا انا ببيع القناه، انا بعمل وهوب
يبقى طبعا ايه، لا ده هي عطت لزوجها القناه اللي هي 40,000 وهي خدت ال 100,000. لا يا عم ده هي وقفته، لا 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 ده باعتهم الاثنين، ده انا عند المشتري. يا عم ما تقولش كده يا عم، ده هي عند جوز عمتها هناك، اصل جوز عمتها توفى، يعني هتقعد 21 يوم ولا 25 يوم عند جوز عمتها ليه؟ هو جوز عمتها ده ما غسلش هدوم الفرح؟ ده جوز عمتها فوق ال 65 سنه، ولو الانسان قدم واجب العزاء يوم وهيرجع تاني يوم وخلاص وشكر الله سعيكم غفر الله ذنبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده ايه الحزن الياما قوي اللي احنا كنا فيه ده؟ وبعدين لما انتوا حزنانين كده امال انت طالع عليه بفيديو قديم تعملي قناه بفيديو قديم، واحد يقول لي يا راجل حرام عليه فيديو قديم ايه؟ قال يا طالعه بالالوان، طالعه بالالوان وعماله تشوي شويه سمك على السطح وكرهتني في السمك البلطي وبوظت شوي، وتقول لك بص السمك طار ازاي شوي. ايه المهم عشان ما يقولكش بيتجنن انت مالك، لا ده ما كانش السمك كان 100%، خلاص السمك 100%. المهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان القناه اتعملت علشان كل الناس يقول لك اه من حقها يا عم، وانا قلت من حقها يبقى عندها قناه، امال ايه؟ واحد الراجل طمع في قنواتها وخدها، لا ده هي ده هي اللي طلعت قويه ومفتريه، ده هي اللي باعت القنوات، ده هي اللي حبت تحرمه، هو اتجوز؟ لا ما اتجوز. طب هي قفشته؟ ما نعرفش. طب هو اخر مره كان ايه؟ كان ماشي على السلم وكان عمل فيها مقلب علشان مثلا تجيها ازمه قلبيه ولا ذبحه صدريه ويبقى جت من عند ربنا. يا راجل حرام عليك، ده والله ده غلبان واغلب من غلبه ومسكين، والله يكون في عونه، الله يكون في عونه يتعمل له تمثال. يا عم احنا مالنا ومال علاقه الراجل بزوجته؟ يا عم مالناش دعوه. طب ليه اللي اشتغلت عن الناس وبعدين الحقوا تيجي واحده تروح صيدها؟ امال هو انت يا اختي ام جيجي؟ ايوه يا اختي، والنبي استر عليا. لا مش هستر عليك، تعالي اطلعي. ايه ده انا كذا وهنا بس، والنبي اوعت ايه ما تقول لحد. الست طبعا دي ست طيبه، قالت هقول لسبع ستات، السبع ستات طبعا هيقولوا لمين؟ لسبع قنوات، والسبع قنوات هيقولوا لكام؟ ل7,000. وبدات المشاهده عندها تعلى ال 15,000 وال 20,000، راحت طلبها على الواتس لازم تمسحي. بقى انا صورت معاك الصدفة وجالي رزقي، عايز انا امسح الفيديوهات اللي بقى 20,000 و30,000 اللي هتكبر قناتي امسحها ليه؟ هو انا اسقتلك؟ ده انا بقول الحقيقه، بقول ان انا شفتك وهتبقي جارتي وجاره الهنا واهلا وسهلا وكده يعني. لا طلبتها وقالت لها لازم تمسحي الفيديوهات، قالت لها مش مسحها، انا قناتي قناه متوسطه وهي ست فاضلة طبعا منتقبة يعني، وأنا مش عايز أذكر اسمها، وأنا عمري ما أنا مسحهم لأن ما فيش لا إساءة لا أسأت ليكي ولا حاجة. المهم خلتهم، فتطلع بقى تقول لك إيه ده هتبقى شقة مش ملك، ده هتبقى بالإيجار، ده مش عارف إيه. وبعدين رجعت، أول ما رجعت إيه بتعمل دعاية برضو إيه للقناة، يا ولاد اسمها قناة إيه اشتركوا فيها. طب أنا عايز أعرف إيه الهدف إن أنا أفتح قناة مطبخ أم جيجي او مطبخ مثلا ام عتريس؟ ايه الفايده؟ مش محتواك اكل يعني هنخليها اكل؟ هو انتوا تقالكم ان المصريين معاهم فلوس ولا عايشين في رغده من العيش؟ هتعملي ليهم ثلاث قنوات اكل؟ طب ايه المحتوى؟ ايه المطبخ اللي هتقدميه؟ يعني هنقدم المطبخ يعني السعيد؟ الناس معاها فلوس تشتري حاجه؟ الناس ما معهاش فلوس تشتري كيلو سمك ولا 2 كيلو سمك من اللي بيبقوا قدامكم؟ واحد هيقول لي يا عم انت مالك والكلام من ده، يا عم انا مالي في جيبي وفي خزنتي، مش مالي، انا قناه رياكت بطلع اسلط الضوء على هذا. انت عامله ثلاث قنوات اكل ليه؟ حياتنا كلها اكل؟ حياتنا كلها ان الناس تمرض وتصاب بالسمنه ولا نقول حاجه للناس؟ طب انت عندك قناتين للطبيخ، اطلع اعملي قناه للتوعيه، أولادك في المدارس وبيعرفوا يقرأوا ويكتبوا ويجوا يتلوا علينا قرآن، يتلوا علينا أحاديث، يعملوا مسابقة بينهم وبين بعض، ويعملوا مسابقة، حتى مش مهم الربح، ده الكلام اللي أنا بقوله، مش مهم الربح، آخر حاجة يا جماعة يجي الربح. وعلى فكرة برضو أنا بمناسبة بقى القنوات، لأن خلاص ناس عرضت عليا كتير، وعلشان كده أنا بناء على الجماهير انا ضعفت، والله ما تقولوا عادل ده بيعمل زيهم وبيعمل قنوات. فانا ان شاء الله اوعدكم ان انا هعمل قناه جديده ليا، قناه الصحه والرشاقه، عادل فتح، هاكل يعني الفطار والغدا والعشاء معاكم للناس، وتبقى الناس اللي هي مش هتبقى قنوات يعني كبيره ولا حاجه، هتبقى صغيره يعني،
ويبقى قناة للي عايز يتفرج على حاجة للأكل والرجيم وازاي يعيش وازاي يعيش. احنا بنقوله الصحة، لو واحد في دماغه اي حاجة هبقى اكل مثلا مرة فطار مرة غدا وهكذا، وابدأ اقول بعض المعلومات وانا باكل في صورة سلسة توصل للناس بحيث تعرف الاخطاء الشائعة اللي هو بيخطاها. لان انا احنا مش عايزين يبقى، عايزين يبقى حياتنا نظام غذائي، لان ممكن واحد يشتري كله عنب ابيض سعراته الحرارية 2600 وفي نفس الوقت في كيلو عنب أسمر اللي هو الأحمر ده سعراته الحرارية 400، يعني 6 كيلو عنب أحمر يعادلوا كل واحد عنب، يبقى حاجة كارثة. الأربع بلحات سم يعادلوا 4 كيلو برتقال، لازم يبقى عارف. التلات حبات تين يعادلوا مثلا 2 كيلو فراولة ولا 3 كيلو فراولة، يبقى هو عارف انه ما ياكلش تين، هو عارف انه ما ياكلش بلح اسمر بس ياكل فراولة ياكل برتقال وهكذا، يعني يبقى الفاكهة بتاعته حاجات. يعني ان شاء الله هعملها لكم، بس ما تقولوش بقى على غرار ام جنى انت طالع تنقد ام جنى وهتعمل قناة للصحة والرشاقة. ايوه هعمل للصحة والرشاقة، وعلشان كلنا نخص مع بعض وكلنا نشجع بعض، واللي عايز يرجع للقناة يرجع ليها بين حين وآخر يستفاد منها، هتبقى موجودة لو أي واحد حب. لأن الناس ياما لما قلت نوهت على الفيديوهات بتاعة الرجيم قالوا لي كنت أنا حاططها، فهي هتبقى في قناة متخصصة للي عايز يستفاد فيها بأي حاجة. فإحنا هنا مش ضد الأشخاص ولكن ضد الاشتغالات. النهاردة والله اتصل بي أحد الإخوة المتابعين من المملكة العربية السعودية، بس أنا في حل إن أنا أذكره يعني، وفي حالة صدمة شديدة اتكلم معايا على الواتس وقال لي أنا لا كنت أتصور أبداً، وراجل فاضل راجل مهندس على فكرة وراجل مسؤول وشخصية مرموقة في المملكة العربية السعودية، فبيقول لي أنا لم كنت أتصور أبداً يا أخ عادل إن أنا قعدت سنتين مصدق اليوتيوبرز المصري. أنا مصدوم من كمية الكذب والبهتان، محدد لبعض الأسماء من فلان وفلان وفلان وفلان. قلت له معلش معلش معلش، كل التحية لكم، وإن شاء الله القناة دي هتبقى قناة أم جيجي ضيفة دائمة على قناة عادل فتحي للنقد أو للرياكت. كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.